Boom! Hello everyone, حبايب قلبي grade 6. Let's start our final revision. مراجعتنا النهائية لـ second term. هنبدأ مع بعض من unit 7. Amazing artifacts. نفتكر أهم الكلمات. Artifacts. Preserve. Granite. Durable. Fascinating. Statue. Clay. Gold, grain, wisdom, metal, mummified, weapon, economy, precious, hot, tears, dagger, mine. من يرى الكلمة دي يا شباب؟ meteorite. ممكن نقولها meteorite. Meteorite. Nizak. Meteorite. Dangerous. Safe. Afterlife. Knowledge. 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 Popular. Common. Difficult. Mummies. Favorite. Bread. Specially. Headings. Flower. Sheet. Mirror. Gallery. Items. Salts. Fortune. Fortune. Heaven. Template. Fire. نرجع الأفعال. أهم حاجة خدنا في الجرامر past simple tense، وقلنا زمن الماضي البسيط بيدل على حاجة حصلت وانتهت في الماضي تماما. بنكون الفعل الماضي بنقسمه اتنين، بناخد ماضي regular وماضي irregular، منتظم وغير منتظم، منتظم وغير منتظم. المنتظم اخره ed، دايما الفعل المنتظم بينتهي ب ed، اوكي. والفعل الغير منتظم بنحفظه. الفعل المنتظم يا شباب قلنا مثلا لو cook هنحط لها ايه؟ ed، تبقى cooked. احيانا في افعال زي bake فعل منتظم واخره ايه، محتاجين له ايه بس؟ دي. زي bake و use نحط لهم دي بس، تبقى baked used. لما الفعل يكون منتظم و ending in y وقبلها consonant ساكن، بنشيل ال y ونحط i ed. cry cried. study studied. تمام. وبعض الافعال زي stop اللي اخرها سي بي سي ساكن متحرك ساكن، بنعمل دوبليكيشن للحرف الاخير كده، stopped بدبل بي. والماضي الغير منتظم بقى بنحفظه go went catch caught buy boat والحاجات دي. طيب ايه اهم الكلمات اللي بتدل على past simple tense؟ yesterday، last، ago، in the past، okay، in وزمن ماضي، in 2020 مثلا فاتت خلاص. ما قلنا yesterday و last و ago و in the past و in 2020. وقلنا لو الجملة بقى فيها مثلا when I was أو when they were أو فعل ماضي، يبقى احنا كده في الماضي. أو عندنا في كلمة once بنحكي بيها قصة ذات مرة، ممكن تلاقيها اسمها once upon a time، بنبدأ بيها القصة ذات مرة. طيب فاضل حاجة verb to be في الباست سيمبل اللي هو was أو were بمعنى كان، وعشان يبقوا ماضي بسيط ممنوع يجي بعدهم verb، لأن لو جبنا verb هنحط له ing اسمه past continuous ماضي مستمر. طيب مين بياخد was؟ أيوة I was، أنا كنت. He was، هو كان. She was، هي كان. It was، Adam was، Hannah was. المفرد was والجمع where. مين بياخد where؟ We were، نحن كنا. You were، أنت كنت، أنت كنتي، أنتم كنتم. They were، children، الأطفال were. يبقى المفرد was والجمع were. حلو الكلام. طيب تعالوا مع بعض كده نقول جملة ونعمل نيجاتيف ونعمل سؤال. قولي كده المصريين القدماء بنوا الأهرامات منذ زمن طويل. The ancient Egyptians. أيوة the ancient
Egyptians built the pyramids منذ سنوات عديدة. يبقى many years ago. Many years ago. حلو الكلام. عايزين نعمل نيجاتيف للجملة دي، نقول ان هما ما بنوش الأهرامات من زمن طويل. أيوة، يبقى نقول the ancient Egyptians. أيوة، هننفي built دي ازاي؟ didn't build. دايما يا شباب لو في didn't او did بنحط الايه infinitive مصدر، يبقى didn't build the pyramids many years ago. حلو قوي. طب انا لو قلت yes the ancient Egyptians built the pyramids many years ago، يبقى نسأل بمين؟ بديد. ونقول ايه؟ did the ancient Egyptians built ولا build؟ build بقى، لان did و didn't يجيبوا الايه المصدر. يبقى did the ancient Egyptians build the pyramids many years ago؟ yes the ancient Egyptians built the pyramids many years ago. طيب في سؤال بقى بأداة استفهام، من يعرف يقول لي ماذا بنى المصريون القدماء منذ سنوات طويلة؟ برافو. ادي هنقول what did the ancient Egyptians build ايوه many years ago. يبقى ماذا بنوا؟ هنقول they built the pyramids. ده كلام جميل يا شباب، حلو الكلام. طيب او بيديني امثله كده. the ancient Egyptians loved animals and kept them. حبوا الحيوانات وربوهم عندهم. هنا بننفي، نقول didn't والمصدر، we didn't have a picnic yesterday. did بنجيبها بعد ايه؟ بعد أداة الاستفهام ومعها مصدر. where did you travel last month؟ سافرت فين الشهر اللي فات؟ لو سألنا بdid يبقى الإجابة بyes أو no. did you go hiking last month؟ yes I did أو no I didn't. قلنا was where ومعهمش فعل بقى علشان يبقوا ماضي بسيط. the journey was nice، الرحلة كانت لطيفة، يبقى journey مفرد عشان كده قلنا was. They weren't any cats in the museum. نقول المفروض there weren't any cats in the museum. لم يكن يوجد أي قطط في المتحف. ممكن نسأل بواز أو where ويبقوا بمعنى هل. Were أحمد النور at home yesterday? Yes they were أو no they weren't. ممكن نجيب was أو where بعد أداة الاستفهام. How was your birthday? It was nice. تمام؟ قلنا أهم الكلمات الكيوردز للزمن ده last ago yesterday once in وزمن more. prepositions of place behind in front of next to between under in on. تفضلوا بقى نبدأ مع بعض الحل. space is a very durable valuable metal. برافو أنس. gold is a very valuable metal. الذهب معدن قيم جدا. Woody, cats hunt space and eat them. Rats, القطط بتصطاد الفيران وتاكلها. يلا. When you cover artifacts in gold, you keep them in good condition. لما انت بتحفظ القطع الأثرية لما تغطيها بالذهب يبقى انت كده بتحفظهم in good condition. يعني ايه؟ يعني في حالة جيدة. The space shows us the historical places on our trip. The guide, المرشد السياحي، هو اللي بيورينا الأماكن التاريخية في الرحلة بتاعتنا. Ancient Egyptians made pots from، عملوا الأواني من إيه؟ From clay، من التمر. That they found near the river، اللي لقوه بالقرب من نهر النيل. The woman was very happy when her wish، برافو عليك يا محمد، came true. السيدة كانت سعيدة when her wish came true، لما الأمنية بتاعتها اتحققت. اتفضل يا محمد. There are many artifacts in the Museum of Ancient History. يلا يا ريتاج. Heat the butter to space it. Yes. سخن الزبدة to melt it عشان تسيحها. Space is when you buy and sell things between countries. Trade. التجارة هي البيع والشراء بين الدول. The princess is the king's daughter. الأميرة هي بنت الملك. King's daughter. The girl cried loudly and her tears covered her face.
عيطت بصوت عالي جدا ودموعها غطت وشها. Farmers in ancient Egypt produced a lot of grain. Yes. الفلاحين انتجوا ايه؟ الكثير من grain اللي هي الحبوب. The space uses iron to make metal tools. Yes, craftsman. بيستخدم الحديد عشان يعمل معدات معدنية. The king lived in a big space with a large garden. يلا ملك. The king lived in a big castle. يعني ايه castle؟ قلعة. الملك عاش في قلعة كبيرة with a large garden وليها حديقة كبيرة. يلا. Some people kept space as pets. They were dangerous to look after. Yes, lions. ربوا الأسود كحيوانات أليفة لكن كانوا خطرين جدا في الاعتناء به. With a very durable stone. Granite. Yes. ده حجر متين جدا. It was quite difficult to use iron as it needed very hot space to melt it. كان صعب شوية استخدام الحديد لأنه كان بيحتاج very hot very hot fire to melt it. الحديد كان بيحتاج نار عالية جدا وحامية جدا to melt it عشان نسيحه. Is when you use your knowledge to make good decisions. Wisdom. الحكمة هي استخدام معرفتك علشان تتخذ قرارات صحيحة أو صائبة. Granite is a space material. It can last forever. Durable. Bravo. بتقول إن دي مادة متينة. It can last forever. قد تدوم للأبد. Ancient Egyptians called iron the metal of heaven. سموه إيه؟ معدن الجنة. The metal of heaven. Cloth. Cloth. Clay and glass are space we can use to make different things. فريدة. Materials. Yes. كل دي مواد خام نستخدمها عشان نصنع منها حاجات مختلفة. شروب. Ancient Egyptians based pets and mummies to preserve them for a long time. أيوة. Mummified pets. يعني حنطوا الحيوانات الأليفة والموميز المومياوات عشان يحفظوهم لمدة طويلة. حد ما قالش في البنات؟ قول يا لوك. Iron was more precious than gold as it was. Rarer. Yes. بيقول هنا ان الحديد كان اغلى واثمن من الذهب زمان. ليه؟ As it was rarer. لانه كان نادر اكتر منه. النوس is the system of how the country's money and goods are produced and used. Economy. برافو عليك. الاقتصاد هو النظام اللي الدولة بتتعامل فيه في الفلوس والبضائع بتاعتها واستخدامها. We keep the space at the museum because they are valuable artifacts. احنا بنحفظ القطع الأثرية في المتحف لأن هم durable, valuable, يعني لهم قيمة عالية. We keep fruits fresh by space them in the fridge. حافظ على الفواكه طازجة by preserving them in the fridge. عن طريق حفظهم في الثلاجة. Our objects used for fighting or hunting animals. Are objects used for fighting or hunting animals? Weapons. Weapons, الأسلحة هي أشياء تستخدم for fighting, في القتال, or hunting animals, اصطياد الحيوانات. تمام. Iron, space, and bronze are metals that ancient Egyptians used. Copper, yes, الحديد والنحاس والبرونز معادن استخدموها المصريين القدماء. Stone and gold can space for a long time. Can last for a long time. الحجارة والذهب ممكن يدوموا لمدة طويلة. أحمد. سلوى space cat. She loves them very much. أحمد هاني. سلوى adores cat. قلنا adores يعني تعشق. Loves very much. بتحب الحاجة جدا. Space is the king's mask. يا ريتاج. It's in the museum. يبقى طالما قال إن يبقى السؤال بإيه؟ Where. بيسأل عن مكان عشان الإجابة بإن. Where is the king's mask? أين قناع الملك? It's in the museum. A hot dry climate helps space the artifacts for a long time. Preserve. المناخ الحار الجاف بيساعد على preserve. حفظ القطع الأثرية. اتفضل يا جن. The ancient Egyptians traded with other countries and metal was one thing they traded. Metal was harder than ماشي هتقولي بعدين. Then glass. هنا المعدن كان أكثر صلابة من الإزاز. And they could melt it into different shapes. وقدروا يدوبوه يسيحوه لأشكال مختلفة. They used metal to make tools. استخدموا المعدن عشان يعملوا معادن and weapons وأسلحة. So they could
هانت عشان يقدروا يصطادوا انيمالز الحيوانات. جولدن سيلفر وير بوبولار ميرلز، دهب والفضه كانوا معادن شائعه. اند فور ميكينج جولري عشان يعملوا بيها المجوهرات. ان ارت تو سيل تريد وذ اذر كونتريز هيلب ذا انشنت ايجيبشنز يا انشنت ايجيبشن ايكونومي يس ساعد الاقتصاد المصري تو جرو ان هو يزدهر. ماشي يا رودي. One of the most beautiful artifacts from ancient Egypt is Tutankhamun's mask which was found in his tomb. اللي لقوه في مقبرته. The mask is gold with blue lines between gold lines. برافو. في خطوط زرقاء بين خطوط ذهبي. Space his chin under his chin تحت دقنه is a thin beard في لحية رفيعة. There is also a snake on the top of his head على الرأس. برافو عليكي. تفضلي يا ماي. Now I was making a display board about artifacts in ancient Egypt. She displayed amazing information about a what? Scarab amulet. Scarab amulet اللي هي تميمة الجعران. A scarab amulet is from ancient Egypt. تميمة الجعران دي من ancient Egypt من مصر القديم. And is more than 3,000 years old. عمره أكثر من 3,000 سنة. It's made of copper. صنوع من النحاس. The stone it was made of is valuable and durable. برافو. الحجر اللي هي مصنوعة منه valuable. يعني ايه؟ ذو قيمة عالية. And durable ومتين. People wore jewelry. لبسوا المجوهرات. With the image of the scarab. وعليها صورة الايه؟ الجعران. To protect them. عشان تحميهم. And bring them good. Fortune. وتجيب لهم good fortune الحظ السعيد. جميلة. يلا يا جايان. The ancient Egyptians were really smart. كانوا أذكياء جدا about what they used to build في الحاجات اللي كانوا متعودين يبنوها. They knew that certain materials could last a long time. عرفوا ان في مواد محددة ممكن تدوم لمدة طويلة. They also knew that the climate got really hot and dry. ان الجو كان حر وجاف in Egypt. Artifacts aren't damaged. Yes. ليس لا يتم تدميرها القطع الأثرية because of this climate بسبب المناخ ده. They used granite to build pyramids. استخدموا granite to build the pyramids عشان يبنوا الأهرامات. Granite is a very hard stone. حجر صلب جدا. يلا مين؟ The ancient Egyptians kept many animals as pets. They loved birds too. Especially falcons خاصة الصقور and ibis which represented wisdom. خليك بالكم دي بتيجي في الأسئلة ان falcons and ibis مثلوا ايه دول؟ wisdom represented wisdom يعني مثلوا الحكمة. There are thousands of mummified ibises. Yes. في الآلاف من طيور الايبس المحنطة mummified ibises in سقارة alone. في سقارة لوحدها في آلاف البتوع المحنطين الايبسز دول. All these pets كل الحيوانات الاليفه دي weren't only important for ancient Egyptians everyday life. ما كانوش بس مهمين للحياه اليوميه اليوم. They were also important in the afterlife. كانوا مهمين في الحياه الاخره بعد الموت. It is therefore common to find mummified pets. كان من الشائع ان انت تلاقي حيوانات أليفة محنطة and statues وتماثيل of animals الحيوانات in the tombs. كنا بنلاقي الحاجات دي in the tombs يعني في المقابر. أنا هسيب القطع homework تمام وهرجع المرة الجاية برضو. ودلوقتي هنعمل مع بعض الترتيب. اتفضل يا مال. اوكي. ancient Egyptians like to use gold. Ancient Egyptians like to use gold. مين يا شباب؟ Okay. The dry climate preserved. Huh. The ancient Egyptian artifacts. The dry climate preserved. المناخ الجاف حفظ. The ancient Egyptian artifacts. القطع الأثرية المصرية القديمة. The ancient Egyptian artifacts. اللي بعديها شباب. Next. What animals
did the ancient Egyptians keep as pets? What animals did the ancient Egyptians keep as pets? ما الحيوانات التي ربها المصريين القدماء كحيوانات أليفة؟ يلا بينا. When did مين؟ عايزين فاعل بقى. When did ancient Egyptians start using iron؟ بيجي كتير أو السؤال ده شباب. When did ancient Egyptians start using iron؟ متى بدأ المصريين القدماء استخدام الحديد؟ Next. Who's next؟ تفضل يا لجاي. The climate، المناخ، kept the tomb، حافظ على المقبرة، in good condition، في حالة جيدة. برافو يا لوج. يبقى the climate kept the tomb in good condition. مين؟ تفضل يا هن. A scarab amulet، تميمة الجعران، a scarab amulet is made of copper، مصنوعة من النحاس. A scarab amulet is made of copper، تميمة الجعران مصنوعة من النحاس. Next. Who's next يا جماعة؟ تفضل يا سلمى. The dry climate، المناخ الجاف، helped preserve، ساعد في حفظ، yes helped preserve the artifacts، ساعد في حفظ القطع الأثري. برافو عليك. Next. Ancient Egyptians، المصريين القدماء. برافو عليك يا رغد. Traded with other countries، تاجروا مع دول أخرى. Traded with other countries. تفضل يا لوك. He didn't meet anyone. برافو عليك. He didn't meet anyone at the party yesterday، ما قابلش أي حد في الحفلة امبارح. He didn't meet anyone at the party yesterday. Okay, next. فريدة. Okay. The early iron came from a meteorite. يعني ايه الجملة دي يا شباب؟ مين عارف؟ The early iron came from a meteorite. من النيزك. The early iron يقصد بها ايه؟ الحديد البدائي اللي اول ما استخدموا الحديد كان جاي منين؟ came from a meteorite، كان جاي من نيزك، سقط من السماء. عشان كده هم they called the iron the middle of heaven، سموه حتى معدن الجنة، على اساس ان هو نزل من السماء من النيزك يعني. يبقى هنقول the book يا شروق. The book is between، ممكن نقول بقى the desk and the bench، او the bench and the desk. اوكي جميل جدا. يلا next. أنس. Where did you go last week؟ good job. Where did you go last week؟ أين ذهبت الأسبوع weekend، فعطلت الأسبوع الماضي، last weekend. nice. يلا بود. They saw a snake، شافوا تعبان. فين؟ تحت الشجرة، under the tree. They saw a snake under the tree. Okay, next. Yes, the ibis represented. طائر الايبس represented. مثل wisdom، الحكمة، in ancient Egypt، في مصر القديمة. Wonderful. يلا انصح يا صديق. Do the kids arrive on time yesterday؟ did، علشان yesterday. Did they visit the museum last week؟ no they didn't. Okay.
الله عليك. طالما I can't see him أنا مش شايفه، يبقى I think he is behind that tree، أعتقد إنه وراء الشجرة دي. We was very happy yesterday. قول يا محمد. We were very happy yesterday. كنا سعداء جدا امبارح. Where you born in Giza? No, I. Huh? No, I was born in Cairo. بيقول هل ولدت في الجيزة؟ No, I was born in Cairo. أنا ولدت في القاهرة. اتفضلي. The ancient Egyptians loved. دايما الكلام عن المصريين القدماء يبقى في الماضي. I not grow. لما يجيب لي not يبقى عايز نفي. I not grew in Alexandria. Up in Alexandria. I grew up in Cairo. يبقى الكلام في الماضي. نم في ايه؟ بالزاي بالماضي. I برافو عليك. I didn't grow up. لأن didn't بتجيب المصدر. يبقى I didn't grow up in Alexandria. I grew up in Cairo. تفضلي يا جنة. They keep the cat in the cage yesterday. Kept برافو علشان yesterday. Would you put the book on the shelf, please? ممكن تحط الكتاب على الرف من فضلك. يبقى on the shelf. Did you find the right answer? علشان did بتجيب المصدر. قالت لي did you find the right answer؟ هل وجدت الإجابة الصحيحة؟ يلا بينا يا إنجي. We not like cats when we were young. هو عايز نفي بقى. نمفي بإيه في الماضي؟ We didn't like cats. The television is front of the couch. In front of the couch. أمام الكنبة. They teach their monkeys different tricks. عايزين الماضي من teach يا دكتورة. برافو. Teach الماضي بتاعها taught. اللي مذاكرين وفاكرين كويس teach يعلم. الماضي بتاع اسمه taught. They taught their monkeys different tricks. علموا القرود بتاعتهم خدع مختلف. يلا. When she last visited her grandparents. When did. ايوه احنا في الماضي. يبقى بعد أداة الاستفهام هنجيب did طالما في فعل. يلا بينا. The tombs full of garden artifacts. احنا متفقين يا شباب لما يقول لي be. verb to be اللي هو am is are ده في المضارع وفي الماضي was where. يبقى نبدل be بحاجة من دول. ها the tombs جمع. طب في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي. حلو. يبقى انا يا was يا where. tombs جمع تاخد where. يبقى the tombs were full of golden artifacts. المقابر كانت مليئة ب القطع الأثرية الذهبية. يلا ملك. The office المكتب is the bathroom and the elevator. حاجتين between واحد بين اثنين أو حاجة بين حاجتين. يبقى the office is between the bathroom and the elevator. بين الحمام والأسانسير. يلا. Where you go last weekend. فريدة did علشان احنا في الماضي في فعل اهو في last. يلا سلمى. she buys a silver ring yesterday. bought yes الماضي علشان yesterday. when is the castle it's on the green hill. ايوه طالما مجاوب preposition of place حرف جر المكان in on behind in front of يبقى السؤال بوير بنسأل عن المكان. I put the bag space to the table. أنس next to the table بجوار الترابيزة. Ancient Egyptians know that gold is durable. قلنا الكلام عن المصريين القدماء دايما في الماضي. الماضي من know knew عرفوا knew that gold is durable. عرفوا ان الذهب متين. Be there snakes in ancient Egypt. طالما في ancient Egypt يبقى احنا في الماضي. الماضي في verb to be اسمه ايه؟ was or were. انت اخترت مين؟ where there لان snakes جم. There is some trees in front of OF ونقول of. There are many animals in the forest في الغابة. I go to the Grand Museum and saw many mummies. يبقى I went والدليل اهو ان احنا
صادي في الماضي. دي يونت 7 بالجرامر بالسلطات بالبابا غنوب. تويز اند جيمز دي يونت 8 اكشن فيجر ميد اب تشين سيت دولز هاوس رولر بليدز هاف ا جو هاف ا جو ايكوالز ا تراي سكيت بورد بورد جيمز بيت ماربلز سكيبينج كلوث كادلي توي هايد اند سيك هوبسكوتش جيمز كونسول كرياتيف بوتن سيل ترونك ايماجينيشن توجذر ديفيكولت كوايت فيري equal so really best places outside exciting great kind image dice ludo strong plain boat pieces amazing parents truck tired little colored chalk نرجع الverbs كويس يا شباب. هنا هنتكلم عن inspires اللي هي مقويات الصفات والأفعال. قلنا يا شباب ان احنا عندنا really so very معناهم جدا او حقا. بالنسبة really معناها حقا, so very معناهم جدا. احمد was really good at reading. كلمة really بنجيبها قبل الصفة, كلمة so very بنجيبهم قبل الصفة عشان يقووها بمعنى جدا. The exam was so hard, امتحان كان صعب جدا. ده اسم شخص يعني عريفة is very happy today, زي ما نقول أحمد is very happy today. Really دي يا شباب هي الوحيدة اللي تيجي قبل الفعل, هي الوحيدة اللي تيجي قبل الفعل. يبقى نو really like drinking hot chocolate, بالفعل بتحب شرب الهوت شوكلت. اما كوايت الى حد ما هتيجي قبل الصفة, ولو لقيت كلمة but على طول تختار مين؟ كوايت قبل الصفة. I read a story was quite sad, انا قريت قصة كانت الى حد ما حزين. أدول قلنا أدول يعني على الإطلاق بتيجي في نهاية الجملة المنفية. I didn't like the picnic at all, لم تعجبه النزهة على الإطلاق. عندنا بقى verbs followed by ing ما ننساهمش بقى, اللي هم start, continue, finish, stop, like, love, enjoy, prefer, imagine, hate. I stopped playing with my toys, توقفت عن اللعب بألعاب. أحمد النور like playing hide and seek. We enjoy watching. I prefer drinking. نادر عمر hate playing. They imagine flying. طيب يلا بينا ندوس شوية كده. Are you ready? A space is a strong piece of cloth that makes a boat move. Sail, bravo. أنا أسأل لي sail الشراع. قطعة قوية من القماش بتخلي القارب يتحرك. Is a large table that you use to sell things at the market. Stall, yes, المقصورة اللي بيبيع عليها في السوق. I use different colored space to draw the squares. Chalk, استخدمت تباشير ملون في مختلف الأشكال والألوان. You need a space to make the boat move. To make the boat move عشان نخلي القارب يتحرك يبقى sail الشراع ده. You can wear space to protect your knee while skateboarding. يبقى knee pads. ناخد بالنا عشان ما نحلش غلط. هي helmet to protect your head, لكن to protect your knee يبقى knee pads. Yes. Builders use space to build houses يا محمد. Yeah, builders use bricks, بيستخدموا الطوب علشان يبنوا البيوت.
and seek was my favorite Ahmed Hani. Hide and seek, yes. Yaritaj is a place where you buy and sell things. Store, mahal or madgar, they can go to different space to find important things. Yalla. They can go to different places. ممكن يروح أماكن مختلفة عشان يلاقوا حاجات مهمة. Put on your space on your head. It hurts if you fall off your skateboard. Helmet, bravo. Put on, يعني wear. ارتدي, البس الخوزة بتاعتك على دماغك. Did you space your grandma on the weekend? Visit. Okay. We all wanted to go fast on our skateboards. كنا عايزين كلنا ننطلق بسرعة بالسكيتبوردز بتاعتنا. When you do something new, you are creative. لما بتعمل شيء جديد يبقى انت creative مبدع. Traveling to new places was an exciting adventure. سفر لأماكن جديدة ده كان exciting adventure, مغامرة مثيرة. Nagwa has a big space house that she likes to play with. Has a big doll's house. كان عندها بيت كبير للدمية بتحب تلعب بيه. Salwa just thought of a new game. She spaced it up. She made it up. يعني ايه made up يا شباب؟ يعني اخترع ألفها. The video game is space is a small electronic device. A video game console is a board game. Ludo, yes, is a board game. Next, when you space someone in a game, you are more successful than he is. When you beat someone in a game, لما انت تهزم حد في لعبة, you are more successful than he is, يبقى انت انجح منه. We have one skateboard, so I space it with my brother, share it. عندنا واحد بس فبتشارك فيه مع اخوي. معاذ كلنا space on my roller blades, they were too small for him. He couldn't have a go. وقلنا have a go يعني try. يعني ما قدرش يجرب يقيس الرولر بليدز بتوعي لانهم كانوا صغيرين جدا عليه. At school we use chalk to make A or N space game. Hopscotch, yes. بنستخدم التباشير ده عشان نرسم المربعات بتاعت لعبة الهوبسكوتش. My friend has an amazing space set. Train set. Bravo. يلا أنس. نور likes to hug her space until she falls asleep. Cuddly toy, yes. نور بتحب تحضن الكادلي توي بتاعتها كده لحد ما تروح في النوم. I often play board games with my brother. I like games where I can solve problems. بحب الألعاب اللي بحب اللي فيها المشكلات. The space is the long nose of the elephant. Trunk. الزلومة يا مناخير الفيل الطويل. She plays space games with her friends like hopscotch. Hopscotch دي نلعبها برا ولا جوا؟ يبقى اسمها ايه؟ Outside game. Put the space to make the machine work, please. Push the space to make the machine work, please. Push the... اضغط على ايه عشان تشغل الآلة. Push the button. اضغط على الزرار علشان تخلي الآلة تشتغل. My favorite toy when I was younger was my action. أحمد. Action figure. مجسم الكرتوني. تعال يا مول. Nadir and Habiba are best friends. They met every weekend since they were 10. When Nadir was younger, he loved playing marbles. He didn't have roller blades, but he had a skateboard that could really go fast. Habiba really enjoyed playing with her doll's house. She had a cuddly toy that was soft and nice. Habiba and Nadir often played board games together to enjoy their free time. Thank you so much. Jamil. Yalla Jayan.
Ali really enjoys spending time outside. Last week, he went shopping with his parents at the market. He saw a stall that sold toys. The man in the stall showed Ali a boat and a train set, a small boat that could move. Ali thought the toys were quite good, but he preferred the boat. He thought it was really interesting, so he bought it. When he went home, he enjoyed playing with it. Thank you so much. Nigel loves all kinds of board games. His favorite board games is called Ludo. Here is a description of how can you play it. Yes, here is a description يا شباب. ده وصف لي how you can play it, لي ازاي تلعبها. You need 2 or 4 players. محتاجين لاعبين او اربعة. To play the games, each player has 4 pieces to move into their home. Hates. To win, each player has different home square. To win, each player اللي لاعب بيبقى عنده 4 قطع في into their home square في المربع بتاعه. Each player has a different color of square. Nadis plays Ludo with her friends very often. She likes best games because the things you need post luck and strategy to win. Strategy. Yes. جميلة جدا. Thank you so much. هنا شباب بيقول she likes this game. بتحب اللعبة دي because she thinks you need both luck and strategy to win. عشان تفوز لازم يكون عندك الحظ والاستراتيجي الكيفية اللي انت هتفوز بيها. يلا بينا يا مال. My name is Adam. I like inventing new things. بحب اختراع الحاجات الجديدة. Last month I made up lots of games for my action figure. When I was young, I loved roll blades and skateboard. My sister Manel has a cuddly toy. It's soft and cute. I made up a doll's house for my sister's doll. Sometimes we like to play board games together. Thank you so much. تعالي يا جان. Okay. Lorenzen is grade 6. She start a project about toys. And games she worked about games she liked when she was younger. She liked her skateboard. She loved going to the park and played with her friends. There she enjoyed playing hide and seek games with her friends too. She could hide a very long time. She also liked playing hopscotch. It was very interesting. Thank you so much, Jamila. Awi. يلا جميل. There are a lot of games that we like to play with our friends. في ألعاب كتير بنحب نلعبها مع أصحابنا. Many of them are very interesting. كتير منهم ممتع جدا. Musical chairs game is a very interesting one. لعبة الكراسي الموسيقية لعبة ممتعة. To play it, we put some chairs less than players. بنحط بعض الكراسي يكونوا أقل من اللاعبين. If we are 6 players, we put 5 chairs. ستة هيلعبوا يبقى نحط 5 كراسي. We play some music. شغل شوية موسيقى. We run around the chairs. نجري حوالين الكراسي. But we should be ready to sit where the music stops. جاهزين بقى إن إحنا نقعد أول الموسيقى ما توقف. The players without a chair is out. The player without a chair is out. اللاعب اللي مش هيلاقي كرسي باي باي. Skipping is also very enjoyable. كلمة skipping يعني يا شباب اللي هو النط بالحبل. يس دي برضو enjoyable يعني ممتعة. But it's so difficult. We have to practice a lot to play it. لازم نتدرب كتير عشان نلعبها. Sometimes my friend and I play marbles and hopscotch together. نلعب البلي والهوبسكوتش مع بعض. Hopscotch and musical chairs are quite good, but I prefer skipping. Yes, قلنا شباب لما بنلاقي كلمة but بنختار quite قبل الصفة. Thank you so much. طيب كلمة interesting يا أنس is the opposite of boring. Yes, bravo. Interesting يعني ممتع عكسها boring ممل.
skipping is A or N space game. You have to practice it a lot. يلا بينا. ها مين أسرع؟ ها مين؟ قول على طول. Skipping is a difficult game. Yes. Summarize the first paragraph in one sentence. يبقى نقول there are a lot of games that we like to play with our friends. What's the writer's favorite game? ما هي لعبة الكاتب المفضلة؟ هو قال skipping is my favorite game. فين؟ آه صح. Yes. يبقى skipping is his favorite game. My name is Waleed. I always visit my grandma on the weekend. When I visited my grandma last weekend, I found a box of my old toys in her house. I was so excited to see all my old toys again. When I was younger, my favorite toy was a train set. I loved playing with my action figures too. I made up lots of games for them. My sister had a big doll's house. We both played with it. I also found my roller blades. I wanted to have a go on them. قلنا have a go يعني ابتدي كتير يعني try. Yes, but they were too small. Yup. Text is about Waleed's. وبيتكلم عن ايه؟ عن الالعاب بتاعته. يبقى Waleed's toys. Have a go means try something. Yes. What was Waleed's favorite toy when he was younger? Oh, when I was younger, my favorite toy was the train set. His favorite toy was the train set. يلا بينا. What did Waleed's sister have? She had a doll's house. بصوا يا شباب انا كده وقفت في page 15. اوكي هديك لحد page 18 homework وارجعوا معاك المره الجايه. لما اسالكم المره الجايه هنبدا منين قولوا لي ابدا من كام؟ من 15 علشان اراجع معاكم بس اللي احنا اخذناه. Thank you. Goodbye.